هنا هذا الطريق رايحه عشان اجيب صديقتي من بيتها. شوف الاشجار، شوف الخضره، ايش قد روعه. تكونوا بصحة وخير يا رب. اليوم أنا صديقتي قررنا إنه هو أخيراً راح نطلع ونستغل اليوم من الصبح لأن الأولاد بالمدرسة، وراح نطلع نتجول أنا وياكم وياها. يلا let's go. هسه وصلنا لأول نقطة في مشوارنا اليوم اللي هو هذا المطعم. هنشوف وين نحصل لنا باركينج ونسوي باركينج للسيارة. إجينا هنا علشان نتريق. طبعاً هي صديقتي جربت هالمطعم وتقول اكله كلش كلش طيب. رايحين انا وياها نجرب الفطور، والجو اليوم يخبل. شوفوا طبعا هاي البلازا هنا شكد حلوه، فيها كثير شغلات. شوف شلون روعه، كانه هذا المكان في دبي، صح ولا لا؟ كتبوا لي تحت. وهذا شكل المطعم من داخل. يا سلام، هسه راح نختار مكان وين راح نقعد. هاي، يس بليز. خلينا نشوف. وها هنا اخترنا هذا المكان، شوية من الشباك والأجواء الجميلة، وهذا المطعم مالتهم. وخلينا نشوف شنو راح ناكل اليوم. So, أول شيء طلبنا، قالت شنو نشرب؟ أنا لازم الصبح شنو لازم الصبح اللي يعرفني؟ شاي حليب. وين ما أروح شاي حليب لازم. هسه هيك إضاءة ما أعرف شنو يطلع، أنا ما كنت أوكي. فجابوا الشاي، جابوا لنا الحليب، حليب بارد. هم ما يعرفون ما شاي حليب، شاي ترك. أنا راح أسوي بنفسي. حبايبي طبعاً أنا كلش ما أحب منيو يكون بدون صور، لكن صديقتي علمتني طريقة راح أعلمكم إياها، اللي هي تفتحون الانستغرام تحطون الهاشتاج مالت المطعم، اسم المطعم، وتشوفون صور الأكلات، وتقدرون بس تجي تختارون من الأكلات اللي موجودة هنا. بس سويت لي الشاهي والحليب، طبعاً مو شاهي، الحليب مالتنا بالبيت هذا ولا شيء يعني، بس يعني نستطعمه. وصلنا الاكل، وهذا طبق صديقتي وهذا طبقي. يمي يمي. وهاي طلعنا وراح نتمشى. اعطونا الفاتوره، طريقه باي ثانك يو، طريقه دفع هنا لازم يكون هنا كاشير، مو يعني عند الطاوله. قبل ما نطلع لازم نروح الحمام نعدل نفسنا، نضبط نفسنا احنا البنات، صح ولا لا؟ ها قبل لا تكملون هذا الفيديو بليز حبايبي اللي بعده مو مشترك بالقناه تشتركوا بالقناه، سووا لايك، سووا لنا كومنت حلو يعني تعليق حلو تحت هذا الفيديو. لا تنسوا انكم تشتركون بقناتنا وتشتركون بالتيك توك، انستغرام، فيسبوك، كله نفس الاسم برومي روز. اوكي حبايبي يلا. وصلنا حبايبي الى محل تريدر جو، تعالوا معاي راح اخذكم جوله داخل وراح اقولكم ليش هو مختلف عن باقي المحلات وشنو المميز فيه. اول ما تدخلون راح تشوفون الورود. لحظه خلنا اتاكد ان سيارتي قفلتها، لو لا اي قفلتها. اوكي اول ما تشوفون الورود الجميله واحلى وافضل ورود راح تشوفونها بتريدر جو، وارخص الورود. منو يعرف اسامي الورود؟ تعالوا شوفوا هنا، خلنا نوريكم اياه. هذا بوتيكس كله ورود جميله. الله انا احب هذه الورود اللي هاي جوري، اكيد يا جوري احب هذا اللون، انا ما اعرف ليش. هذا بعد حلو، بس اي ورده بيضة احبها، البينك. الله شوفوا هنا، طبعا احنا عشقنا الاوركيد. الأوركيد الحلو فيها تبقى فترة طويلة إذا عرفتوا شلون تهتمون بيها، فتبقى فترة طويلة عندكم وما تموت، عكس الورود الباطلة. الله شوفوا هنا، شوفوا هنا، الله. طبعا هذا ورد التوليب وأنا كلش أحبه، أعشقه ثمر. شنو رأيكم؟ من يحب الورود يكتب تحت بالتعليقات أنا أحب الورود. شوفوا حبايبي هذا الورد أنا اسمه بيبي بريث، صدق بيبي بريث. شوفوا شلون يجي صغير، واكو من عنده يجي الوان، واكو اللون الابيض. يعني صراحة انا اول مرة اشوف هذا الورد، يخبل يعني صغار صغار. طبعا هنا عندهم العصاير الاورجانيك
كلش طيبة كلش طيبة. هنا وعد يحب هذه، وهنا الأولاد يحبون هذه الأورنج. تجي مثل ما تشوفون برتقال وستروبري وبنانة، كلش طيبة، وهم يحبون الأورنج، يعني كلش طيبة هنا. طبعا أكثر شيء يمتاز تريدر جو إنه أورجانيك، كل شيء عضوي، تعرفون يعني ما في مواد كيماوية، الفواكه الخضرة. أوكي طبعا هنا تعالوا شوفوا البيض، أكو أسعار مختلفة، شوفوا هذا ب 199 وهذا ب 429. الاختلاف انه هذا بان اي مزرعة متربي وهذا من اي مزرعة متربي. عندكم هاي، هنا عندنا الجبنة، هاي الجبنة كلش طيبة، كريمي تشيز مالت ماعز، اللي يحب يعني جبنة الماعز خفيفة على المعدة، اللي الناس بطنهم تأذيهم فهاي تنفع لهم. في ناس ما يقدرون يأكلون أجبان معين، يعني كل الأجبان بطنهم ظلت تأذيهم لأنهم عندهم حساسية، فهاي تفيد. هنا عندهم الروبا، شنو بعد أوريكم؟ هنا خليني أوريكم، هذا عشق أولادي. هاي تجي مثل معجنات، دايما تشوفوني على الانستغرام بالستوري مرات أسويها، تجي هاي دوائر دوائر عجينة وتسوونها تطلع كذي. هاي هنا كرسان، تجي تكون موجودة أنتوا تحشونها وتلفونها، تجي مثل مثلثات، كلش كلش طيبة. وهذا عشق الأولاد اللي هو يسمونه السينامون، هاي تجي كاملة يعني القطع قطع هيجي، تحطونها بالفرن وبعد ما تخلص تحطون فوقها هذا الصوص جاي معاها بعد. وشوفوا هنا الكرزات، كرزات، هذا كرز، كرز كرزات بالعراق يعني الحب الفستق، المهم هذا الكرز الطبيعي. اوكي تشيري، شوفوا انواع كثيرة اكو. هنا عندنا الخضرة، هناك قسم اللحوم والدياي. اوكي هنا عندنا شنو، هنا عندنا الكورن، الذرة، ما اعرف شنو اسمه الصراحة بالعربي، نسيت كتبوا لي شنو اسمه. اوكي بس هنا الخضرة، بس خليكم تشوفون الخضرة كلها هذا القسم. شوفوا هذه السلطات الجاهزة اللي دائما نجيبها، هاي انا كلش احبها، هاي يكون بيبي خس. اوكي وهذا بعد نجيبه، وهذا عشان نسوي سلطة سريعة، هذا دائما موجود بيبي سبانش، دائما يكون موجود عندنا. يعني شوف عندنا انواع الخضرة او السلطة الجاهزة، بس تخلون عليها الصوص. هذه كلش طيبة صديقتي تقول، هاي كلش طيبة، وهاي تجي جاهزة معاها فهاي كلش تحبها. وهذا هنا عندنا الريحان تقريبا بدولارين، تكون طبيعية، شوفوها يعني تاخذونها تحطونها بالمطبخ وكد مثل ما يعني قد ما تردون تقصون من عندها، شكد حلوة. وعد دايما كان يجيب لنا من عندها دولارين 49. اوكي هنا قسم الحليب، بس هذا الحليب من نوع مختلف حق الفيجيتيريان اللي ما ياكلون لحم ما ياكلون دياي، فمثلا حليب الكوكونات، حليب جوز الهند، حليب الصويا، وهذا حليب الصويا يزيد هرمون الانوثه فالرجال ما يصير يشربونه. اوكي حليب الشوفان، حليب اللوز، كذا ما تشوفون كل هذا حليب يكون نباتي. عندنا هنا قسم السيريال او الكورن فليكس بالعربي شنو ما ادري، هذا هو هنا سوري. اوكي انواع كثيره هنا، هذا طبعا مثل الالموند باتر، هذا يحبونه الاولاد. ونجيب واحد ثاني بس خلينا نشوف اذا موجود، انا عشق الشوفان طبعا، هذا الشوفان الاولاد ما يحبونه ولا واحد يحبه بس انا كلش احبه. شوفوا انواع كثيره من عنده الشوفان، الله هذه بعد نجيبها كلش طيبه. يعني قاعده اوريكم هنا، شوفوا عندنا جوز الهند كوكونات مقصصينه بهذا الشكل صاير مثل التشيبس، وهنا صاير مثل الستريبس. اوكي شوفوا اسعارهم، ليش تروحون الهاواي علشان تاخذون جوز الهند تشربون جوز الهند؟ هذا هنا تعال. وهنا عندنا المكسرات اللي بالعراق شي يقولون كرزات، سو هاي الكرزات متابعينا الغير العراقيين اذا عراقي تعرفون اقول لكم كرزات، هاي الكرزات انا عن جديد عرفتها. اوكي
كرزات يعني هذا الحب. هنا اكو انواع الشاي والقهوه، شوفوا. انا طبعا القهوه مالتي الديكاف، ما ادري قاعده اجرب هواي قهوات بس لحد الان الديكاف هي تفوز. خلينا نشوف اذا موجوده هنا. شوفوا هذه كولومبيا كوفي، يا الله يخلون الواحد لازم يجرب. ويك اب بلند هم كوفي، هاي كلها قهوه تخيلوا، حتى من المانجو اكو شاي. جرين تي طبعا يريد يضعف، اللي يضعف تعالوا شربوا جرين تي يوميا قلاصين ثلاثة قلاصات. وهنا ما شاء الله عندهم انواع كثيره للجرين تي. وهنا أنا الشاي الاعشاب كافيين فري حلو. وهنا التمن بالعراقي اللي بالعربي الارز، على اساس ان العراقي مو عربي يعني اللهجه العربيه. وهنا مثل ما انتم شايفين شوفوا هذا تشيز ستيك هنا موجودة، وهنا هاي الكريسب، هذا كلش حلو، هذا احنا دايما نجيبه. وهذا بعد مثل الخبز يا النان، النان يكون صغير جايبينه احنا مرة يجي صغار كلش طيب. وهذا هنا انواع الخل، شوفوا كثير انواع الخل. وهنا بعد هنا الاوليفز اويل سبراي اذا حابين، انا مرات مثلا عندنا الاوليفز اويل سبراي كلش مفيد، تحطونه بالنينجا، تحطون شغله مثلا تبون تقلونها وتسرشون عليها يا اوليف اويل يا كانولا، احنا كلش نحب نستخدم كانولا اويل يكون اخف ومور هيلثي. اكو بعد هنا الكراب سيد اويل اللي هو زيت حبه العنب، هم كلش مفيد وهم صحي للقلي. وهنا اكو عندهم دولمة معلبات، بس طبعا يعني مو دولمة مثل العراق نو واي. فلافل اكو، شوفوا هنا عندهم الشوربات اكو انواع كثيرة، توميتو تردون الفيجيتابلز الخضروات هنا بس تحمونها وتشربون. هنا عندنا المثلجات او الشغلات اللي تكون بالفريزر مثل ما انتم شايفين. اوه عندهم تشيز ستيك، هذا دامبلينج تشاينيزي، اوه تشاينيزي هذا جينجر، بس هذا شوفوا مكتوب عليه بورك، انتبهوا اللي ما ياكل بورك. وهنا اكو كل شيء جاهز. هنا عندنا الجبن، لا هنا عندنا البيتزا، هنا عندنا الكيك، هاي كلش طيب جربته. هاي اللافا كيك رهيبة، هتخلونها اعتقد يا كيب فروزن بعدين تخلونها بالفرن تطلع كلش طيبة. شوفوا هذا القسم هنا الخبز يكون مالت اللي يسوون كيتو، فيجون هنا هذا من الالموند من اللوز مسوين هذا الخبز التورتيلا. ونجي هنا الى قسم الشبس، هنا الشبس انواع كثيره اكو، almost نكون خلصنا. سويت لكم اياها الجوله سريعه، ان شاء الله حبيتوها، ان شاء الله اول مره تشوفون هذا المكان وترحون ان شاء الله. هنا عندنا الفيتامينات الحبوب موجوده، بروتين حتى هنا تخلصون. وهنا الكاشير، هذا الشكل حتى الكاشير مالته خشبي كلش حلو. وهنا بعد ما خلصنا المسواق، قلبي الصغير لا يتحمل ايش قد راح ندفع اليوم. اوكي شوفوا شنو اشترينا اليوم، بعد بناتي طلعوا لنا لازم نسوي، مستحيل ما نشتري شيء مستحيل. شوفوا حتى الاكياس مالتهم مو بلاستيك، لان كل شيء قلت لكم اورجانيك وعضوي، حتى هذا ريسايكابل، يعني مهتمين بكل التفاصيل بهذا المكان. جبتكم هنا حق مكان كلش حلو اللي هو مشتل الزهور، خلينا ندخل وناخذ صور هنا واوريكم واشوف جماليه الزهور. الله شوفوا 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 ناموا مال صوره تخبل، اي شوفوا الجمال يا الهي شكد حلو. كتبوا لي اذا بعدكم مستمتعين بجوله اليوم ولا لا، يلا كتبوا تحت. شوفوا
شوفوا ايش قد حلو، قاعد نستمتع انا وصديقتي هنا بالروائح الجميله وقاعد نصور صور تخبل. فهذا المكان هم كلش حلو. طبعا كل العناوين ان شاء الله راح اخلي لكم اياها تحت صندوق الوصف اللي هو تحت هذا الفيديو، علشان تشوفون وين كل هالمكان وتجون تزورونه، او حتى بس لو تشترون او تاخذون صور هنا مثل ما احنا هسه قاعد نسوي. وبما ان الجو كلش حلو قررنا نجي نتمشى بهذه الحديقه الحلوه موجوده ببرمنغهام. طبعا هذه الحديقه بدايه شهر 5 تجي هنا ورود تخبل، واحنا جايين على مود الورود نشوفها، بس مع الاسف راحت كلها ميته. بس راح احط لكم هسه تشوف مثل ما قاعد تشوفون هسه على الفيديو، هاي او بدايه شهر 5 كانت هذه الورود. ويلا خلينا نستكشف هذه المكان. شوفوا دخلت هنا هسه اول شيء عشان اوريكم، جايين مثل الدائره تجيبون شاي قهوه تقعدون هنا والاولاد يلعبون، اكو الجهه الثانيه بها العاب الاطفال. شوفوا هنا اكو مكتبة، هذه فيها كتب تقدرون تقرونها وبعدين ترجعونها. شكد حلو هنا، شوفوا هنا البيوت شكد حلوة مقابل هذه الحديقة. بس راح اروح لكم هناك القسم الثاني. وهذا هنا المكان الالعاب، حتى الاولاد اطفالكم يجون يلعبون. واليوم الجو خطير، شوفوا مغيمة حارة مع نسمة برودة تخبل. هاي القعدة الجميلة، طبعا صديقتي تقول هاي القعدة كل ما اجي اقعد بيها اشتهي يا دولمة يا كباب. قالت لي راح تشوفين بس تجي تقعدين على هالكراسي راح تشتهين يا كباب يا دولمة، فانتوا حبايبنا تعالوا على هالمكان وقعدوا هاي القعدة وقولوا لي هم اجاكم نفس الشعور انكم تردون دولمة ولا كباب ولا لا. اخذت كم صورة هناك، وهسه اجينا حق هذا، اعتقد هو شي المبنى مسوينا كمدخل الها او شي. بس خلينا نروح احنا وياكم نشوف شنو اكو هناك. وعلى فكره شوفوا ورانا هنا اكو ملاعب. حبايبي اللي ما يعرف يروح تحت الفيديو صندوق الوصف، هذا هو عنوان هذه الحديقه بارنم بارك، موجوده في منطقه برمنغهام. شوفوا بعد وين نروح هناك، طبعا ساحه الالعاب لهم. وكان نتمشى والشمس كل ساعه يا طالعه يا رايحه. وهسه خلصنا من الحديقه تعالوا معانا نكمل مشوارنا. يلا يلا تعالوا ركضوا 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 ركضوا. حبايبي قبل لا نطلع قلت لكم راح نطلع، بس اجينا هنا اشتقنا لايام الطفوله فقاعد نلعب، قاعد نلعب هاي اللعبه شوفوها تعرفونها ما اعرف شو اسمها سموها. هاي هنا بس خلينا نوريكم الشوارع واحنا قاعد نطلع من الحديقه ورايحين على ناكل ايس كريم. اجينا عند ديري مات، هذا هو، وراح نطلب شنو نطلب؟ انا دائما اطلب شوكليت، بس هالمره اريد ان اجرب شيء جديد، شيء اول مره ما اعرف شنو. بامكن، اوه بامكن، ولا مره ضايق البامكن. خلينا نشوف، شوف الشارع هنا، هذه السيتي الداون تاون مالت برمنغهام. طبعا هذه المنطقه من المناطق الراقيه في ميشيغان. حبايبي طلبت انا بامكن، هاي اول مره اطلب بامكن، وصديقتي طلبت مانجو، وعلى اساس انا اللي ادفع وكان يكون بس كاش اونلي بس نقدي، انا ما عندي بس كارت وطاحت عليها المسكينه. تعرفون هنا العرب عركه، انا ادفع انا ادفع، المهم انا ربحت يعني، وعلى اساس اني اطلب وفرحانه وجاي ادفع قالوا لا احنا بس ناخذ كاش، وانا ما احب اشيل كاش لانه ما احب الاكسشينج، خلاص كارت وخلاص. هاي هي هذه البامكن يعني القرع، وهنا عندنا المانجو راح نجربهم 1 2 3. طيب والله اي لايك ات. طبعا قاعد ناكل ايس كريم ونتمشى بالشارع وما شفنا نفسنا الا احنا قاعد نتمشى ودخلنا الكروكر، شلون ما ادري ما اعرف ايش احنا فجأة فتحنا الباب واجينا هنا. طبعا كروكر هم مشهورة يعني جمعية مشهورة مثل وال مارت تارجت كروكر، هيك هاي تسوق كله. حبايبي وصلت انا وياكم لنهاية فيديونا لهذا اليوم، اتمنى انكم استمتعتوا بجولتنا اليوم. زرنا كذا مكان، لا تنسون حبايبي كل تشتركون بالقناة وتسوون لايك وشير حق هذا الفيديو. وصلت صديقتي على بيتها وهسه انا رايحة على بيتنا، واشوفكم بفيديوهات قادمة بما ان الصيف اجى في ميشيغان، فترقبوا فيديوهات جميلة عن اماكن حلوة بميشيغان. وكل الشكر والتقدير لصفحة ميشيغان امريكا اللي بعد المتابعة يتابعها، لان هذه الاماكن الحلوة الجميلة اللي قاعد تعرفنا على
اماكن حلوه بميشيغان. طبعا شكرا كثير لهاي الصفحه وعلى الجهود القائمين عليها. اشوفكم حبايبي على خير بعون الله.